شو لوين؟ عالمكتب. اللي شو رأيك إذا رحنا تغدينا اليوم مع بعض؟ للأسف مو اليوم، عندي شي تاني، بدي أشوف زينب أمي. خاطرك. استجوب السواقين بالسر عن القصة، وخلينا نشوف إذا بده يلتقي بزينب عن جد ولا عم يعمل حيل علي. ولا تخلي الحقيرة آهو تعرف بهالشي. لا تقلقي أبدا، ما حدا رح يعرف شي. بيقولوا ابني أنا بيكرهني وما بده ياني بنوب وزعلان مني، وإذا ما روحت هالزعل كرهه إلي أكيد ما رح يخلص. لساته مفكر إنه مرته ماتت بسببي، لهيك ما بيعمل أي شي بقله عليه وما بيسمع مني أبدا. بس هذا كمان خطأك أنتي، بتعرفي هالشي؟ مدام نعلان، أنا عملت اللي قلتي لي عليه مو أكتر من هيك. رسي دائما نفس العذر، الحيل اللي بتعمليها مع الكل ما بتمر علي. كل ما زاد كره أنور إلي بده يضلي عاملني بهالطريقة البشعة، ورح ضل عاجزة وإيدي مربطة دائما قدام زمرد، ورح أخسر المعركة. وسيرة زمرد ضلت لسنين طويلة وهو عم يزلني فيها بدون رحمة، واستحملت كل شي قاله بس طفح الكيل وما عاد فيني أصبر أكتر. بس بعرف شو أعمل، رح زوج أنور من هديك البنت الهبلة. زينب قصدك مو هيك؟ في حدا تاني أهبل منعرفه؟ زمرد حبته، وبس يتطلع بزينب بيتذكر ماضيه الحلو، اتنين فقرة شافوا وحبوا بعضهم. أنور عم يخبي بس بظن إنه معجب بهالبنت، وإذا تزوجوا بعضهم رح أقدر بسبب هالبنت إني حط أنور وزمرد كمان بين إيدي التنتين وأتحكم بكل شي، وما عاد حدا يقدر يوقف بوشي. بس إذا أنور اختار هديك الحية بدالها رح تقضي على كل شي عملته ورح أخسر. شو لازم نعمل معه؟ منخلص منه، لازم نخلص من هالحية بسرعة، ورح نجيب زينب عالبيت عروس لأنور. ماشي مدام نالان، طيب شو مخططة نساوي قوليلي؟ لازم نجيب عيلتها لصفنا، وفي أبوها مبين من شكله بينشرب المصاري، هيك مهمتنا بتصير أسهل. مزبوط، معك حق. أي بس ما بيكفي يكون معي حق، لازم نتصرف. جيبيلي دفتر الشيكات تبعي، يلا خلينا نروح ونشتري عروستنا الغبية. تأمري فوراً.